ولد بمولدك الصنوان ما بان الفتح يتلو بالأمجاد قرآنا. السلام عليكم مشاهدينا الأكارم ورحمة الله وبركاته، أطيب التهاني نزفها بهذه المناسبة العطرة ذكرى ولادة سيد الشهداء الإمام الحسين بن علي عليهما السلام، وفي ضمن أيام مباركة حفلت بولادة ابنه السجاد سلام الله عليه وأخيه أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه. بهذه المناسبة افتتح هذا اللقاء من مطارحات في العقيدة برواية عن سيد الشهداء سلام الله عليه، ليست بعيدة عن موضوع هذه الحلقة، موضوع هذه الحلقة عن البرزخ. روي عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: لما اشتد الأمر بالحسين نظر إليه من كان معه فإذا هو بخلافهم، لأنهم كلما اشتد الأمر تغيرت ألوانهم وارتعدت فرائصهم ووجلت قلوبهم، وكان الحسين صلوات الله عليه وبعض من معه من خصائصه تشرق ألوانهم وتهدأ جوارحهم وتسكن نفوسهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا لا يبالي بالموت. فقال لهم الحسين عليه السلام: صبرا بني الكرام، فما الموت إلا قنطرة تعبر بكم من البؤس والضراء إلى الجنان الواسعة والنعيم الدائمة، فأيكم يكره أن ينتقل من سجن إلى قصر؟ وما هو لأعدائكم أي الموت إلا كمن ينتقل من قصر إلى سجن وعذاب. إن أبي حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، والموت جسر هؤلاء إلى جنانهم وجسر هؤلاء إلى جحيمهم. ما كذبت حاشاه ولا كذبت. مشاهدينا الأفاضل، الشطر الأول من هذه الحلقة سيكون مجال لحديث سماحة السيد كمال الحيدري عن موضوع هذه الحلقة، وفي الشطر الثاني كما اعتدنا نستقبل اتصالاتكم الهاتفية وما فيها من أسئلة. نعتذر عن التأخير الذي حصل في بداية هذا البرنامج لبعض الأسباب الفنية. أهلا بكم ومرحبا في هذه الحلقة. مرحبا بكم مشاهدينا الأكارم مرة أخرى وبضيفنا الكريم سماحة السيد كمال الحيدري. أهلا ومرحبا بكم أيضا. أسعد الله أيامكم وأيامكم وتقبل الله أعمالك. سماحة السيد، موضوع هذه الحلقة البرزخ، إثباته وأقسامه. فيما يرتبط بهذا الموضوع أحب أن يكون المدخل لو سمحتم عن معنى البرزخ، مفردة البرزخ أساسا يعني في اللغة ما معناها، وما المعنى الذي تقصدونه كمعنى اصطلاحي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين صلوات الله عليه. في الواقع في المقدمة بودي أن أشير إلى قاعدة، وهي أن المفردات التي استعملت في القرآن الكريم يراد من هذه المفردات معانيها اللغوية، ولكن عندما نأتي إلى المراد من هذه المفاهيم وهذه المفردات تختلف المصاديق من مورد إلى مورد آخر. بعبارة واضحة، وأشرنا إلى هذه الحقيقة لعلنا في حلقات سابقة، أن المفهوم واحد
ولكن المصاديق تختلف من فرد إلى فرد آخر. ولو مثلا سماحة السيد نعم, نعم على سبيل المثال عندما نأتي إلى الأسد, مفهوم الأسد نعم. نجد له مصاديق متعددة, واحدة من مصاديقه ذلك الحيوان المفترس نعم. واحدة من مصاديقه الإنسان الشجاع المقدام, أيضا يقال عنه أنه ماذا؟ أسد. أنه أسد نعم. هنا المفهوم هو نفس المفهوم والمعنى هو نفس المعنى, ولكن الاختلاف في المصاديق من مصداق إلى مصداق آخر. طيب. عندما نأتي إلى مفردة البرزخ في القرآن الكريم نجد في اللغة أن البرزخ هو الحد الحاجز والفاصل بين شيئين, يعني إذا كان عندنا شيئان إذا وجد شيء يفصل بين شيئين يسمى في اللغة ماذا؟ برزخ. نعم. لذا ورد في بعض الآيات القرآنية بينهما برزخ لا يبغيان. نعم. بينهما حاجز فاصل حد لا يبغي أحدهما على الآخر. نعم. هذا هو المعنى اللغوي, وعندما نراجع الكتب اللغوية نجد أن هذا المعنى بنحو واضح موجود. القرآن الكريم الآن نأتي إلى معناه الإصطلاحي. نعم. القرآن الكريم عندما استعمل البرزخ أيضا يريد هذا المعنى, ولكن من حيث المصداق يريد هذا المعنى, يريد أن هناك حياة تفصل الحياة الدنيوية الزائلة عن الحياة الأخروية الدائمة الباقية الأبدية. نعم. يعني الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بشكل واضح يبين أن للإنسان نحو من الحياة مرتبط بهذه النشأة الدنياوية وبهذه النشأة التي عبر عنها بنشأة الشهادة الحياة الدنيا, وهناك حياة أخرى وهي الحياة الأخروية, وإن الدار الآخرة لهي الحيوان يعني الحياة الحقيقية. هذه الحياة الحقيقية التي هي الدار الآخرة والتي من صفاتها أنها أبدية دائمة متصلة لا انقضاء عليها, الخلود فيها أبدي في بعديها, يعني في البعد المرتبط بالجنة أو البعد المرتبط بالنار, في كلا بعديها هي دائمة وأبدية ولن تنتهي ببقاء الله سبحانه وتعالى بإبقائه أو بقائه, وهناك حياة دنيوية, هناك حياة أخرى يشير إليها القرآن الكريم, هذه الحياة هي الحياة البرزخية التي تقع حاجزا وفاصلا بيمنع يفصل الحياة الدنيوية عن الحياة الأخروية. نعم. نعم يبقى السؤال وهو أنه الله سبحانه وتعالى لماذا جعل في نظامه حياة فاصلة بين الحياة الدنيا وبين الحياة ماذا وبين الحياة الآخرة. هذا السؤال أجيب عليه إن شاء الله في لاحق الأبحاث, أبين لماذا أن الله سبحانه وتعالى جعل حياة برزخية لا هي حياة دنيوية ولا هي حياة أخروية. بعبارة أخرى ما هي فلسفة الحياة البرزخية؟ ولا بأس واقعا ولا بأس إجمالا أشير إلى هذه. في الواقع بأنه واحدة من أهم خصائص الحياة الأخروية أنها هي نتيجة أعمال الإنسان, إن خيرا فخير وإن شرا فشر, سواء كانت نعيما أو كانت شقاء فهي نتائج مباشرة لأعمال الإنسان في هذه النشأة. وحيث أن الحشر الأكبر بعد لم يتحقق للجميع, لماذا؟ باعتبار أن هناك كثير من الناس إلى الآن لم يموتوا يعني بل لم يولدوا. نعم. إذن لابد أن توجد هناك حياة, هذه الحياة تسبق الحياة الأخروية التي هي حياة إن الله جامع الناس ليوم لا ريب فيه. هذا الجمع لا يتحقق إلا لجميع الناس, والمفروض أن بعض الناس بعضهم لم يولدوا بعضهم ولدوا ولكن بعد لم ينتقلوا إلى النشأة الأخرى. إذا نحتاج إلى وسيط ونحتاج إلى دو إلى 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 حياة تكون بين الدنيا وبين الآخرة. هذه نقطة. النقطة الثانية هو أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعطي للإنسان حظا ويعطي للإنسان فرصة أخرى,
لذا سوف نجد بعد ذلك أن ابن آدم إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، انقطع عمله إلا من خمس، انقطع عمله إلا من سبع. هذا عدم انقطاع العمل، وهذا الاستثناء مرتبط بالحياة ماذا؟ بالحياة البرزخية. ولذا هم قالوا بأنه في البرزخ يوجد تكامل. نعم، في البرزخ يوجد تكامل وفي كلا البعدين، وهذا ما نقف عليه. إذن فكأنه، لذا نحن في أبحاث سابقة أشرنا إلى هذه النقطة، قلنا بأنه أساسا كأن الحياة البرزخية من متممات ومكملات الحياة ماذا؟ الدنيوية. والحياة الأخروية إنما تبدأ في الحشر الأكبر. لذا النبي صلى الله عليه وآله عندما يأتي إلى البرزخ يعبر عنه هذا التعبير. بودي أن المشاهد الكريم يلتفت، الرواية عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قال: إن القبر أول منازل الآخرة. بعد لم ندخل إلى الآخرة وإلى الحشر الأكبر، هذه منزل فمنزل فمنزل إلى أن ننتهي إلى ماذا؟ إلى الحشر الأكبر. إن القبر أول منازل الآخرة. والرواية تعبر القبر، ونحن حديثنا ماذا؟ في البرزخ. هنا لابد أن أشير إلى هذه النقطة، وهي أن البرزخ في الروايات يعبر عنه بالقبر أيضا. من هنا لابد أن نعرف ما هو المراد من القبر. تارة يطلق القبر في الأبحاث الفقهية، وهي الحفرة التي توضع فيها، التي يوضع فيها جسد للإنسان، جسد بدن الإنسان. جسد الإنسان. على هناك فرق بين البدن والجسد، الآن لا أدخل فيه، أفترض أنهما معنى واحد. التفتوا جيدا، تلك الحفرة التي يوضع فيها هذا البدن لا يوضع فيها الإنسان. لأن الإنسان إذا يتذكر المشاهد الكريم في حلقات سابقة قلنا حقيقة الإنسان إنما هي بروحه بنفسه بتلك الحقيقة التي أنشأناه خلقا آخر، وتلك الحقيقة ليست مرتبطة بنشأة المادة حتى توضع أين؟ حتى توضع في الحفرة، في الحفرة المادية. في الحفرة المادية. إذن الفقيه عندما يبحث عن أحكام القبر يبحث عن أحكام القبر لبدن الإنسان. نعم. التي فارقته الروح. التي فارقته الروح. نعم. أما عندما نأتي إلى المتكلم، إلى المتكلمين، إلى البحث العقدي، نجد عندما يبحثون عن قبر الإنسان لا يبحثون عن بعده المادي البدني. نعم. نعم. وإنما يبحثون عن ماذا؟ برزخ. عن بعده الروحاني. نعم. عن بعده النفساني. عن ذلك البعد الذي عبر عنه القرآن الكريم: فنفخت فيه من روحي، روح الإنسان. إذن القبر الذي تعبر عنه الروايات مراد هو نفس البرزخ. نعم. هذا هو القبر الكلامي، لا القبر ماذا؟ لا القبر الفقهي. نعم. لذا القبر الفقهي له أحكامه الخاصة. لذا نحن نعتقد سواء كان للإنسان قبرا فقهيا أو لم يكن، فإن له قبر ماذا؟ قبر الذي هو البرزخ، وقبر كلامي. يعني النبي الأكرم صلى الله عليه وآله عندما يقول إن القبر أول منازل الآخرة، هو لو فرضنا أن إنسان أحرق كاملا كما أنه تحرق الآن في بعض الأبدان، أو أكلته الوحوش، أو أكلته الوحوش وقطعته، أو إلى غير ذلك، يعني هذا ليس له قبر؟ الجواب نعم، ليس له قبر فقهي مادي يبحث عن أحكامه، ولكن هذا ليس معناه أنه ليس له قبر برزخي وقبر مرتبط بالبرزخ أو القبر الكلامي. وكل الكلمات التي هنا سوف نقف عليها من نعيم القبر ومن عذاب القبر ومن ضغطة القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن سؤال الملائكة، هذه كلها أحكام القبر الكلامي لا القبر الفقهي، حتى نحن نضع أجهزة حتى نستمع الملائكة كيف يحاورون الليل. نعم. البعض يتصور أن هذه الأحكام مرتبطة ماذا؟
بالقدر الفقهي يعني بالحفرة بالمكان جزء من العالم المادي جزء أحسن في حين أن البرزخ أو عالم مستقل عالم وراء هذا العالم عالم مرتبط بالغيب لا أنه مرتبط بالشهادة مرتبط بعالم الملكوت مرتبط بباطن عالم السماوات والأرض يحتاج إلى حواس أخرى غير الحواس يحتاج إلى حواس أخرى وإلى أدوات أخرى وإلى طريق آخر للوقوف على حقائق ذلك العالم إذن من هنا أنا بودي أن المشاهد الكريم من هنا يقف عندنا بشكل دقيق ويلتفت نحن عندما نتكلم عن أحكام القبر وعن أحكام البرزخ مرادنا من القبر هو القبر ماذا؟ الكلام. القبر الكلامي أو العقائدي أو العقدي الذي يبحث عنه في علم العقائد وهذه الأحكام التي سوف نذكرها من النعيم والشقاء والسؤال والضغط وغيرها هذه كلها مرتبطة بعالم البرزخ مرتبطة بعالم القبر الكلامي لا مرتبطة بالقبر الفقهي هذه نقطة النقطة الثانية التي لا بد أن يلتفت إليها حتى لا يقع خلط هذه كما يقول أهل التحقيق وأهل الفن هذا كله كلام لتحرير محل النزاع يعني نحن في ماذا نريد أن نبحث لا نريد أن نبحث في القبر الكلامي لأنه هذا بحث فقهي موكول إلى الرسالات ماذا القبر الفقهي عفوا بني لا نريد أن نبحث إلى القبر عن القبر الفقهي لأنه بحث مرتبط بالرسالة العملية والآن ليس محل بحثه هنا وإنها هي أحكام فقهية مرتبطة ببدن الإنسان وإنما نريد أن نبحث عن روح الإنسان بعدما تترك وبعدما تفارق البدن في هذه النشأة ما هو أحكامها أول منزل لها هو الذي يصطلح عليه في الروايات وفي الآيات إما يعبر عنه البرزخ وإما يعبر عنه ماذا القبر ومراد من القبر هنا ماذا يعني نفس البرزة هذه قضية القضية الثانية والتي هي قضية مهمة جدا ودقيقة أيضا نحن نعتقد جميعا ولعله تقدم في أبحاث سابقة ومفصلة طبعا بعد نحن في مقدمات البحث في مقدمة البحث بودي أن هذه النقطة أيضا تكون واضحة للمشاهد الكريم أن الإنسان بدأ من نقطة وسوف يسير للانتهاء إلى نفس النقطة لذا تجدون القرآن الكريم في صريح الآيات المباركة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون لذا تجدون أن القرآن عبر عن الله ومن أسمائه سبحانه وتعالى أنه هو الأول وهو الآخر ما معنى هو الأول وهو الآخر الله سبحانه وتعالى لا أول له ولا آخر له إذن ما معنى هو الأول والآخر واحدة من المعاني التي أشرنا إليها في مباحث التوحيد في كتاب التوحيد قلنا مراد الأول والآخر يعني بالنسبة إلينا باعتبار أننا نبدأ من هذه النقطة وننتهي إلى ماذا وننتهي إلى نفس النقطة ومن هنا ذكر أهل المعرفة أن الغايات هي الرجوع إلى البدايات جيد إذا كان الأمر كذلك إذن الإنسان بدأ من الله وانتهى إلى هذا العالم ثم يبدأ مسيرا من هذا العالم للانتهاء إلى ماذا؟ إلى الله. لذا تجدون القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يقول يدبر الأمر من السماء إلى الأرض يعني جئنا من الأعلى إلى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلى هذه النشأة وهو يرغب المعارج جيد وبعد ذلك ماذا يجب على الإنسان أمر الإنسان بأن يرجع إلى الله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه ومن هنا يبدأ السفر من هنا جاء التعبير في كلمات أهل المعرفة أنه يوجد للإنسان قوسان قوس النزول وقوس ماذا؟ وقوس الصعود وذكرنا في بعض الحلقات السابقة قلنا إنما شبه هاتين الحركتين شبهت بقوس النزول وقوس الصعود حتى يتشكل من القوسين ماذا؟ دائرة وإلا لو كان خطان مستقيمان لا يلتقيان إذن متى تلتقي النهاية مع البداية؟ إذا كانت الشكل ماذا؟ شكل دائر جيد جدا طب الآن نحن عندما نتكلم عن عالم البرزخ وعن هذا العالم الذي يذهب إليه الإنسان بعد هذه النشأة
قبل أن يأتي إلى هذه النشأة أيضا كان عنده عالم البرزخ أو لم يكن عنده. من هنا فصل الفلاسفة، التفتوا جيدا، إلى هنا كنا نتكلم الفقهاء هكذا يقولون، المتكلمون هكذا يقولون، الآن يأتي دور من؟ الفلاسفة. دور الفلاسفة والحكماء. الحكماء ماذا يقولون؟ يقولون أن البرزخ على قسمين، في قوس الصعود، أحسنتم، في قوس النزول يوجد عندنا برزخ، نعم، وفي قوس الصعود يوجد عندنا ماذا؟ برزخ. برزخ. ما هو برزخ قوس الصعود؟ اتضح، وهي الحياة الأخروية التي تفصل الحياة الدنيوية عن الحياة ماذا؟ الأخروية. هذا البرزخ الصعودي، نعم، يعني هذا البرزخ الذي يقع حاجزا وفاصلا يفصل بين الدنيا وبين ماذا؟ وبين، نعم، الآخرة. مراد من الآخرة يعني الحشر الأكبر، نعم. وما هو المراد من البرزخ النزولي؟ الجواب وهو أن الإنسان قبل أن يأتي إلى نشأة الدنيا مر بنشأة قبل هذه النشأة يعبر عنها بعالم المثال، نعم، وقبل عالم المثال مر بعالم ماذا؟ بعالم العقل. بأي دليل؟ إجمالا أقول في جملة واحدة، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، نعم، صريح. هذه الآية المباركة تقول وإن من شيء، والإنسان شيء، إلا عندنا خزائنه، مو خزينة واحدة، خزائن متعددة، وما ننزله، إذن كان في عال ماذا؟ ونزل. لذا هذه الآية المباركة الصريحة في الإنسان، وهي في الآية 173 لعله من سورة الأعراف، صريحة في الإشارة إلى هذه الحقيقة. قال تعالى، نعم، في سورة الأعراف الآية، التنزيل هو إشارة إلى النزول، يعني على قوس النزول. بل هذه الآية، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست ماذا؟ ألست بربكم. الآية 172 من سورة الأعراف، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة، وهذه مرتبطة بالإنسان قبل هذه النشأة. يعني أيضا هي حياة في الواقع، حياة أخرى، حياة أخرى، نعم، ولكن مرتبطة، نعم نعم، ولكنها مرتبطة بقبل هذه النشأة لا بما بعد هذه النشأة. إذا يوجد عندنا عالمان للبرزخ، عالم البرزخ المرتبط بقوس النزول، وعالم البرزخ المرتبط ماذا؟ بالصعود، بقوس الصعود. ونحن حديثنا من الآن فصاعدا بأي عالم؟ في عالم البرزخ الصعودي، لا في عالم البرزخ ماذا؟ النزولي. حتى لماذا أقول هذه الكلمات؟ باعتبار أنه بودي أن الإخوة والأخوات عندما يستمعون هذه الأبحاث ويطالعون في هذه المجالات ينبغي أن لا يخلطوا هذه الأبحاث بعضها مع بعض، لأن عالم البرزخ النزولي له أحكام، وعالم البرزخ الصعودي له ماذا؟ أحكام. له أحكام. أذكر لك بعض أحكام، نعم. مثلا عالم البرزخ الصعودي ينقسم الناس فيه إلى قسمين، إما إلى منعمين وإما إلى ماذا؟ معذبين. ولكنه عالم البرزخ النزولي بعد لم يأتي التكليف حتى يعذب أو ماذا؟ أو ينعم. إذن هذا التقسيم إلى منعم وإلى معذب مرتبط بماذا؟ بالصعود. بالصعود، يعني مرتبط بنتيجة أعمال الإنسان، وقبل أن ينزل إلى الدنيا بعد لا يوجد عنده عمل. من هنا تتضح حقيقة قرآنية، وهي من أهم الحقائق، وهي أن الحديث الذي صار مع آدم وأمر ثم خرج من الجنة إلى هنا وإلى غير ذلك، هذا كان مرتبط بأي عالم؟ قبل دار التكليف. قبل دار التكليف. لا، بأي عالم؟ الجواب مرتبط بعالم المثال، نعم، أو عالم البرزخ، نعم، ماذا؟ النزولي. نعم. إذن من هنا بعد لا معنى أن نقول بأنه آدم عندما لم يفعل هل عصى أو أنه ترك الأولى؟ الجواب لا عصى ولا ترك الأولى. التفتوا جيدا، لأن ترك الأولى مرتبط أيضا بعالم التكليف، والمفروض أن ذلك العالم هو القرآني، وعصى آدم ربه فغوى، يفترض أنه شيء آخر من المعصر، شيء آخر، أحسنتم، لا بد أن يبحث عنه. ونحن مع الأسف أنه تصورنا بمجرد أنه جاءت كلمة الحقيقة، أحسنتم، تصورنا بأنه مرتبط ماذا؟ بالإثم وكذا. لذا بعض العلماء قال بلي، ما المحذور بأن قبل نبوته أن يعصي؟ بعض أراد أن يصحح قال لا، أنه لم تكن معصية
وإنما كانت ماذا؟ ترك الأولى. الجواب لا هي معصية ولا ترك أولى ولا ترك مستحب، أصلا لا علاقة بهذه القضية على الإطلاق، لأن هذه المسائل مرتبطة بعالم التكليف، بعالم الدنيا، وآدم في هذا السؤال والجواب والفعل والترك والنهي لم يكن في عالم ماذا؟ التكليف، كان في عالم قبل هذا العالم. إذن إلى هنا اتضح لنا بأنه حديثنا إنما هو في البرزخ الصعودي الذي هو نتيجة أعمال الإنسان التي عملها في هذه الدنيا. وبودي هنا أن أضيف جملة أخيرة، والوقت تقريبا ينتهي القسم الأول منا وبعد نحن لم ندخل البحث على الإطلاق، وهو أنه أساسا فيما يتعلق بالبرزخ الصعودي لا يوجد بحث بين الفقهاء والمتكلمين والفلاسفة على مختلف اتجاهاتهم أنه يوجد عندنا برزخ بعد عالم الدنيا، ولكن فيما يتعلق بالبرزخ النزولي أو عالم المثال يوجد خلاف شديد بين الفلاسفة أنفسهم وبين الفلاسفة والمتكلمين والفقهاء من جهة أخرى. لماذا؟ ذاك عالم وهذا عالم، ذاك له أدلته الخاصة وهذا له أدلته ماذا؟ الخاصة، فقد يثبت أحدهما ولا يثبت ماذا؟ الآخر. إذن إلى هنا أنا استطعت بحمد الله تعالى واقعا أن أبين بأن حديثنا في أي نقطة، حديثنا في البرزخ الصعودي، وحديثنا في ذلك العالم الذي يقع متوسطا بين الحياة الدنيوية والحياة ماذا؟ والحياة الأخروية. وهذا العالم ليس من سنخ عالم الدنيا ولا الآخرة، أحسن، يشبه الآخرة، يشبه الدنيا، ويشبه الدنيا. هسه أبين وجه الشبه، أبين. لذا أيضا هو برزخ، يعني عالم أحسنتم، عالم المثال وعالم البرزخ الصعودي له وجه شبه في الدنيا وله وجه شبه ماذا؟ بالآخرة. إذا كان هناك وقف حتى لعله ندخل لبيان هذه الحقيقة، أعتقد أنه الوقت قد لا يتسع لذلك، ولكن سماحة السيد من خلال إشارتكم إلى فلسفة وجود عالم البرزخ، أنتم خلال حديثكم كان كله يؤكد على الحياة البرزخية. نعم. طرح في ذهني أو أثير في ذهني هذا السؤال من خلال إشارتكم إلى أن البرزخ هو في الحقيقة نوع من الرحمة الإلهية بالإنسان. نعم، قلنا بأنه فرصة أخرى للإنسان. نعم. فإذا هذا الكون أنه رحمة، والله تبارك وتعالى رحمته واسعة، وما دام أنه أكو إمكان لتحقق هذه الرحمة فلا بد أن تتحقق هذه الرحمة، لا يمكن الاستدلال بهذا النحو على نفي القائلين بأن من الممكن أن يكون البرزخ هو نوع من العدم بين الحياتين، يعني ما تكون حياة، البرزخ يكون عدم، مثل ما يحجز الشيء مثلا الجامد بين متحركين. نعم. يكون برزخا، ولكن هذا البرزخ ليس يكون عدما، يكون موتا، يكون عدما. نعم. ألا يمكن الاستدلال بهذا أنه باعتباره رحمة، والإنسان القابل أو الإنسان مستعد لتقبل هذه الرحمة والاستفادة منها على نحو هذا التقرير، يمكن أن يكون هذا التقرير كدليل لرد القائلين بأن البرزخ هو موت بين حياتين؟ الجواب في جملة واحدة، لا يوجد أحد يقول بذلك. نعم. حتى أنه نحن نرد. نعم. لا يوجد أحد. نعم. لا يوجد أحد ينكر كما سيتضح حياة البرزخ، أنا أقول حياة البرزخ هي. نعم. لا ينكرها أحد. نعم. لا ينكرها، لا فقط أحد من المسلمين لا ينكرها. إذا تسمحون أنا أقرأ نص في هذا المجال. نعم. صاحب البحار في المجلد السادس، وطبعا فخر الرازي وغير الفخر الرازي كلهم يشيرون إلى هذه الحقيقة. نعم. هذه عبارته، يقول: ثم أعلم أن عذاب البرزخ وثوابه، يعني هناك حياة بل البرزخ. نعم. عذابه وثوابه، يعني هناك. نعم. حياة إما الإنسان فيها منعم ومساء، وإما الإنسان فيها ماذا؟ معذب. نعم. ثم أعلم إن عذاب البرزخ وثوابه مما اتفقت عليه الأمة. نعم. سلفا وخلفا. نعم. لا يوجد مخالف في هذه المسألة. نعم. وقال به أكثر أهل الملل، أصلا مو فقط مختص بالمسلمين. نعم. بل في غير الإسلام أيضا يوجد. ولم ينكره من المسلمين إلا شرذمة.
وهذه الشرذمة أيضا بعد التحقيق اتضح نفر واحد هو أصلا ليس أكثر واحد من المعتزلة. وقد انعقد الإجماع على خلاف هذه الشرذمة. والأحاديث الواردة فيه من طرق الفريقين متواترة المضمون فضلا عن الآيات القرآنية التي إن شاء الله تعالى سوف نقف عندها. وكذا بقاء النفوس بعد خراب الأبدان مذهب أكثر العقلاء إلى آخره. على أي حال رد لي أقوال هذه الشرذمة سواء كان في داخل قلت لك حتى بعد التحقيق يتفق أنه شخص واحد ليس على أي حال أنا وجدت بعض المتأثرين بهذا الرأي يعني يقولون بأنه يستدلون على نفي الحياة البرزخية ضمن خلاف القرآن خلاف القرآن نعم هذا الكلام ذاك دليل قد يكون أقرب إلى العقل يعني دليل عقلي الجواب أنه القرآن الكريم عندما بصريح الآيات عندما يتكلم عن قضية أين يوجد مجال للعقل عند ذلك مرة القرآن يسكت عن قضية نحن عند ذلك نعمل عقولنا لنعرف الحقيقة سماحة السيد الدليل القرآني على إثبات الحياة البرزخية الذي أشرتم إليه يمكن أن تعرضونه إجمالا ثم نستقبل الاتصالات الهاتفية إجمالا لا أعلم ما هو مرادكم من إجمالا نعم. يعني مقصودكم أنه باعتبار أنه الشطر الأول من وقت البرنامج في الواقع تقريبا انتهى. جيد جدا نحن نروح إلى الفاصل إذا أمكن حتى نعم. أنه نبدأ حديثنا بشكل منظم يكون إن شاء الله إن شاء الله طيب مشاهدينا الأكارم استراحة قصيرة نستقبل بعدها اتصالاتكم الهاتفية وضمن يكمل سماحة السيد كمال الحيدري عرضه للدليل القرآني على إثبات الحياة البرزخية برسول الله حبكم مرحبا بكم مشاهدينا الأكارم مرة أخرى وأنتم تتابعون هذه الحلقة من برنامج مطارحات في العقيدة وموضوع الحياة البرزخية والبرزخ وإثبات البرزخ ثم أقسام البرزخ ولا زال الحديث مع سماحة السيد كمال الحيدري عن مقدمات هذا البحث من خلال تعريف معنى البرزخ و الإشارة إلى فلسفة وجود البرزخ كحياة بين حياتين حياة الدنيا وحياة الآخرة سألنا سماحة السيد عن الدليل القرآني على إثبات الحياة البرزخية يتفضل مشكورا بالإجابة في الواقع بأنه عندما نراجع القرآن الكريم نجد أن هناك آيات متعددة لإثبات أن هناك حياة أخرى وراء الحياة الدنيوية وقبل الحياة الأخروية في الحشر الأكبر في الجنة أو النار أنا أعرض لبعض هذه الآيات كما تفضلتم بنحو الإجمال نحاول الوقوف عليه بعد أن نستمع للأخ رائد عسكر مثلا ما في مانع إن شاء الله لا مانع طيب الأخ رائد عسكر من العراق تفضل الأخ رائد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل نهنئكم يا اهلا ومرحبا تفضل جزاكم الله خير بلا الشهيد الصوت غير واضح عليه السلام نعم تفضل جزاكم ونبارك بكم بولادة الحسين عليه السلام سلام الله عليه ونحن ايضا نبارك لكم اسعد الله يارب ونسلم على الشيخ سماحة السيد ونبارك بكم السلام ورحمة الله وبركاته ورحمة الله والديكم جزاكم الله خيرا طيب أخ رائد تفضلوا مداخلتكم أو سؤالكم جزاكم الله على السلامة شكرا جزيلا أخ رائد الآن صححت الاسم طيب الأخ من إيران الأخ جليل جليل الكعبي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شلون سيدنا مرحبا بكم مبارك مولد الحسين الله يتقبل أعمالكم سؤالي من الحلقة السابقة نعم النعيم الدائم والعذاب الدائم هل يشمل الخارج الولاية وشكرا النعيم الدائم والعذاب الدائم يشمل الخارجين عن الولاية طيب جزاكم الله خير أخ جليل سماحة السيد تفضلوا الآيات القرآنية التي تحدثت عن ذلك كثيرة
أنا أحاول أن أشير إلى بعضها. من هذه الآيات، هذه الآية الواضحة الدلالة التي وردت في سورة المؤمنون الآية 100. نعم. في سورة المؤمنون الآية 100 قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. نعم ذلك. طبعا هذا الحديث في سكرات الموت، رب ارجعون مرتبط بسكرات الموت. نعم. ولكنه بلي حتى الآن يأتي. نعم. يعني ياتي البيان بعد بلي ما في مانع عقيل الفرات سماحة السيد. طيب الأخ عقيل الفرات من العراق على خط الهاتف. أخ عقيل تفضلوا، قاطعنا سماحة السيد، تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا تحياتنا للسيد كمال الدين الحيدري. نعم وأهلا. وسؤالنا هو بخصوص الاستفاضة. السؤال الأول طبعا يعني بس هنا العفو مو عقيل الفراتي، عقيل الفريدي. طيب الأخ عقيل الفريدي أهلا ومرحبا، تفضلوا. على أي الأحوال تفضل. سيدنا بالنسبة السؤال الأول اللي يتعلق ويرتبط نوعا ما بالعهد الإلهي اللي هو يعني طبعا يرتبط بالبرزخ وبالعهد الإلهي. زين الإنسان إذا يعني عفوا أخ عقيل لم نفهم السؤال، تفضل دوه. نعم لحظة مرة. تفضل. الإنسان. نعم. إذا مات مثلا قبل 1000 سنة. طيب. أو والإنسان الذي يموت الآن. نعم. ما هو حكم هذا الإنسان الذي يموت الآن وإذا اقترب يوم القيامة أو يوم الحشر؟ نعم. وهو ميت الآن عن الإنسان الذي مات قبل 1000 سنة ويبقى في البرزخ هذه فترة جيد. طويلة. جيد. سؤال مهم جزاكم الله خيرا. هذا نعم مولانا. هذا السؤال جزاكم الأول. الله خير جزاء المسلمين. جزاكم الله خيرا، سؤال جيد جدا. نعم شكرا جزيلا. الأخ محمد من السعودية. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول يا أخي عندي سؤال ممكن. تفضلوا. المقصود بالبرزخ هل هو الصراط؟ هل هو الصراط؟ نعم. الصراط والبرزخ يعني هل هم نفس بعض؟ والسؤال الثاني. نعم. السؤال الثاني، آدم عندما عصى ربه هل كان في الجنة أم كان في الدنيا؟ وجزاكم الله خير وبارك الله. وجزاكم الله خيرا أيضا. آدم عندما عصى ربه هل كان في الجنة أم ماذا؟ ما لا. نعم البرزخ والصراط. طيب سماحة السيد أحب آية سورة المؤمنون. في آية سورة المؤمنون هذا الإنسان بعد أن انتقل من هذه السكرات، قلنا إذا يتذكر المشاهد الكريم قلنا سكرات الموت هي النافذة على البرزخ. نعم. يعني هذا الإنسان الآن بدأ أنه يعاين ماذا؟ يعاين البرزخ. هنا مباشرة عندما يجد ما هو أمامه، ما هو أمامه عند ذلك يطلب ماذا؟ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها. نعم. محل الشاهد ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. نعم. إذن صريح الآية، يوجد يوم البعث. نعم. ويوجد برزخ ويوجد هذا البرزخ متى؟ بعد الموت مباشرة. إذن توجد هناك حياة تفصل ما بعد الموت يعني ما بين الموت وما بين ماذا؟ وما بين البعث، لأنه الآية تقول كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ. نعم هسه هنا نكتة، وهو أنه ومن ورائهم برزخ لو من أمامهم برزخ. نعم. من الواضح أنهم الأمام مراد من الوراء هنا ماذا؟ الأمام، ولكن إنما عبر عن البرزخ بأنه وراء لأنه يحيط بالإنسان. نعم. إذا أحاط شيء بشيء يكون وراءك يوم ثقيل. نعم. مع أنه مقصود هو ماذا؟ أمامك يوم ثقيل. لماذا يعبر عنه وراءك؟ لأنه كأنه يحيط ماذا؟ نعم. بالإنسان. هذه من الآيات الواضحة اللي أمر عليها إجمالا. نعم. هذه الآية الأولى. الآية الثانية اللي وارد في هذا المقام وهي ما ورد في سورة غافر، وهي الآية 10 من سورة غافر. هذه الآية إن شاء الله بعد الاستماع للأخ أبي مهدي ما في مانع إن شاء الله. طيب الأخ أبي مهدي السلام عليكم. الأخ أبا مهدي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبارك لكم بولادة إمام الحسين عليه السلام. ونبارك لكم أيضا، أسعد الله أيامكم.
تفضل. سمعت السيد؟ نعم. عندي سؤال. تفضلوا. إذا واحد الصوت إذا أمكن يكون أعلى. إذا أمكن الصوت يكون أعلى غير واضح. صح مزاج صح مزاج. حاضر أنا لا. نعم. الأخوة الصوت غير واضح. انقطع. طيب الأخ سعيد قاسم من إيران. أهلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا السلام لجميع المشاهدين. السلام لسماحة السيد. أهلا بكم أخوي. أبارك لكم ولجميع المشاهدين مناسبة مولد الإمام الحسين سلام الله عليه. سلام الله. تحقيقا لو سماحة السيد يجعل حلقة خاصة حول عالم العقل، لأن هناك بحوث حول بأنه العقل هو معصوم أم لا، وبالنسبة إلى عالم الذر أيضا لو يكون حلقة خاصة حول هذه المسألة. وأخيرا بالنسبة إلى قوس النزول وقوس الصعود، هل هذا يشمل جميع العوالم؟ نعم. وشكرا لكم. وشكرا لكم أيضا. شكرا. سماحة السيد الأخت من السعودية هبة أيضا طرح السؤال وانقطع الخط. هبة حارث نعم من السعودية تقول فيه تسأل عن قضية الشفاعة في البرزخ، هذا إن شاء الله ما. يوسف علي إبراهيم من السعودية أيضا على الخط الآن. أخ يوسف تفضلوا. كان عرض غد برنامج وعلى سماعة الحيدرين. سؤالي سماعة السيد، سمعت مرة حديث عن النبي صلى الله عليه وآله يقول خوفوا ما أخاف على أمتي البرزخ، ممكن سماحتكم تقولون ما هو نوع العذاب هذا، وهل العذاب هذا يستمر إلى يوم القيامة ولا لا يا سيدنا؟ نعم. جزاكم الله خير. وجزاكم أيضا خيرا. حديث الرسول صلى الله عليه وآله أخوف ما أخاف على أمتي من البرزخ. طيب سماحة السيد الأسئلة متعددة، إذا أمكن خلال طيات البحث إن شاء الله أن تجيبون عليها أمامكم كذا أو نسب للآيات، ما أدري لعله في الآيات إجابة عن هذه الأسئلة. لا هذه فقط الآيات المباركة مرتبطة نعم. بإثبات عالم البرزخ قرآنيا. نعم. طيب الأخ علي من البحرين أيضا نستمع له ونرى إن شاء الله خير. أخ علي من البحرين تفضلوا. الأخ علي من البحرين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تكلموا في موضوع جدا مهم ويكون ممكن حساس جدا لبعض الناس، ولكن نشوف طريقة مطارحتكم للقضية يشكل على بعض الناس فهمه. إذا ممكن تبسط الكلام اللي تقوله، مثلا بعض الكلمات كما تقول كما قلت الحفرة الكلامية ولا العددية، في ناس لا يفهمون هذا الكلام يا شيخ. لو لكن برنامج يعني كصفة عامة جدا برنامج جميل جدا، كلماتكم طيبة وجزاكم الله الخير. نعم وجزاكم الله خيرا أيضا. الأخ أم كاظم من السعودية تفضل. يا أخوة أم كاظم تفضل. تفضل. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. متبعثين باسم مولد الإمام الحسين. وأسعد الله أيامكم. لو سمحت شيخنا حبيت أسأل عن هل حياة البرزخ تعرض فيها أعمال الإنسان، هل المقصود بحياة البرزخ هي عرض حياة الإنسان في الدنيا من ولادته إلى موته؟ نعم. لكي يوضح أنه يؤدب أو ينعم في حياة البرزخ. نعم شكرا جزيلا. هل المقصود هذه هل هو يرى رؤية حياته منذ ولادته إلى نهايتها؟ نعم. رحم الله والديك ووالديكم. جزاكم الله ألف خير. سؤال مختصر واضح. سماحة السيد تفضلوا. نبدأ إن كنتم ترغبون في الإجابة عن الأسئلة نبدأ بالإجابة ثم قضية الأدلة القرآنية. إذا بقي الوقت نجيب. نعم. وإلا فنؤجله. نعم. إن شاء الله للحلقة القادمة.
نعم الأخ المخرج يقول اتصالات الهاتفية أيضا قطعت باعتبار الوقت المتبقى قد. إذا نجيب نحاول من الأخ من الأول نبدأ من نعم الجليل الكعبي حول النعيم الدائم نعم العدالة. الجواب هو أنه سمحت السيد مرة أخرى السؤال نعم فضلوا كيف يكون طبيعة النعيم الدائم والعذاب الدائم هو خاص بطائفة معينة بأشخاص معينين أم هو شامل لكل الناس؟ الجواب هو أنه في جملة واحدة نقول بأنه فيما يتعلق بالنعيم من يدخل الجنة فنعيمه دائم، هذا مما لا ريب فيه، يعني لا يوجد نحن عندنا في الآخرة نعيم دائم ونعيم منقطع. نعم في الآخرة النعيم إذا وجد لإنسان فهو ماذا؟ نعم. فهو دائم لا نهاية ولا انقطاع له. نعم نعم فيما يتعلق بالعذاب ينقسم إلى ماذا؟ قسمين. إلى قسمين. فبعض الناس يكون عذابه دائم وأبدي ومخلد، وبعضه يكون له عذاب منقطع. نعم. ثم بعد ذلك يخرج إلى النعيم الدائم. أما ما هو الضابطة الآن لا أدخل في تفصيل البحث، ما هي الضابطة؟ الضابطة هذه أن كل من اتضح له الحق وعاند الحق عنادا جحودا، يعني وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، هذا من المخلدين ومن الذين يعذبون عذابا دائما أبدا. أما إذا لم يكن الحق واضحا عنده هذا قد يعذب ولكنه عذابه لا يكون دائما. نعم هذا الحكم عام يشمل البرزخ ويشمل الحياة الآخرة بالنسبة للدماء. لا الحكم الثاني قضية الجحود بلي والأخطاء، لأنه قضية البرزخ البرزخ الولاية في النعيم الدائم والعذاب الدائم هذا مرتبط بالبرزخ. لا يوجد عندنا لا نعيم دائم ولا عذاب دائم، باعتبار أن البرزخ مثل عالم الدنيا سوف ينتهي. نعم. يعني بالنفخ الأول كما انتهت الدنيا بالموت، النفخ يعني بعبارة أخرى إن شاء الله تعالى من المنازل، المنزل الثاني بعد البرزخ هو ماذا؟ النفخ الأول في الصور، يعني هنا ينتقل الإنسان من البرزخ إلى ماذا؟ إلى الحشر الأكبر. طيب بالنسبة لتمايز البشر بين الذي مات قبل 1000 عام والذي يموت قبل قيام هذا إن شاء الله سؤال جدا دقيق. نعم. ومهم ومفيد، أن إنسان مثلا على سبيل المثال قبل 10,000 سنة يموت. نعم. وإنسان آخر يموت قبل قيام الساعة مثلا افترضوا ب100 سنة مثلا. نعم. هذا سوف ذاك يكون عذابه افترضوا 1,000,000 سنة وهذا يكون عذابه 1,000 سنة مثلا. نعم. الجواب أن طول العذاب وقصر العذاب ليس بالزمان. نعم. في عالم البرزخ، والزمان هو من خصائص هذا العالم. عند ذلك أبين هذا، بس فقط أريد أن الأخ السائل يلتفت. نعم. أنه المقياس في الطول والقصر أو في الكثرة والقلة ليس هو الميزان الذي عندنا. نعم. الزمان الذي نعرفه، فرب من حيث الزمان قصير جدا. نعم. ولكنه عذابه جدا بالنسبة إليه ماذا؟ طويل. والعكس بالعكس، مثلا فقط أقول مثال واحد للمشاهد الكريم السائل، وهو أنه يسأل الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله إذا كان اليوم القيامة 50,000 عام إن يوما كألف سنة مما تعدون. نعم. قال يا ابن رسول الله إذا ما أطول ذلك اليوم 50 عام لمن نفضح. نعم. قال والله تمر على المؤمن كصلاة مكتوبة. نعم. نعم هي 50,000 عام ولكن طولها وقصرها ليس بالزمان وإنما بحسابات أخرى، في حين أنها قد تمر على الكافر بأضعاف 50,000 أضعاف 50,000 ولعلها هي في سنة واحدة. نعم. سمحت السيد، البرزخ هل هو الصراط؟ الجواب كلا. نعم. الصراط. نعم. من المنازل المرتبطة بالحشر الأكبر. نعم. ونحن نتكلم الآن في البرزخ الذي هو قبل الحشر الأكبر. آدم هل عصى ربه في الجنة؟ الجواب أنه هذه الجنة التي كان فيها آدم ليست هي الجنة التي نوعد أو وعدنا بها في قوس صعود، هذه الجنة مرتبطة بالجنة المرتبطة بقوس ماذا؟ بقوس النزول. والسميح الأخ عذرا عندما يقول تستعملون بعض الاصطلاحات المعقدة، الجواب يجد المشاهد الكريم أني أحاول جهد ما يمكنني أنه أوضح هذه الاصطلاحات، وبينت في حلقات سابقة أن سبب استعمال هذه الاصطلاحات لأنه المشاهد الكريم قد يطالع في كتاب فينبغي أن يفهم ما هو المراد من هذه المفردات وهذه الاصطلاحات. هذا أيضا جواب الأخ علي. نعم. من البحرين. نعم. جزاكم الله خيرا. قضية قوس النزول يشمل جميع العوالم، قوسين النزول والصعود؟ أنا لم أفهم هذا السؤال، ما معنى يشمل جميع العوالم؟
نعم سيد عفوا هنالك اخ الاخ ابو مهدي ابو مهدي ماذا سال إما لم اكتب السؤال ايضا انا أيضاً. اقف على انه ماذا يريد من سؤاله. فيما يتعلق بسؤال الاخ سعيد قاسم انا واقعا اشكره على اقتراحاته ولكنه ان شاء الله اذا جاءت فرصه ان نتكلم في عالم الذر نتكلم في عالم العقل ولكنه هل ان جميع العوالم لها قوس الصعود والنزول لم افهم ما هو مراده. نحن نعتقد انه ما من شيء في عالم الدنيا الا وله نشآت وجودية قبل أن يصل إلى هذا العالم. أما ما هي تلك النشآت الوجودية فله حديث آخر. سماحة السيد سؤالي الأخت هبة حارث والأخ يوسف علي وكلاهما من السعودية قد يكونان متقاربان. البرزخ لا توجد فيه الشفاعة وحديث أخوف ما أخاف على أمتي الجواب البرزخ. في جملة واحدة نعم الروايات بينت أنه الشفاعة المصطلحة التي بينتها في كتاب الشفاعة أو في كتاب مفهوم الشفاعة ذيك من اختصاصات الحشر الأكبر. لماذا؟ باعتبار أن البرزخ بعد من متممات عالم ماذا؟ الدنيا. عالم الدنيا يعني بعد مجال الفرصة موجودة للاستكمال الفرصة موجودة للنجاة بعد في عالم البرزخ. نعم عندما ننتقل إلى عالم الآخرة وعالم الحشر الأكبر عند ذلك يكون جزاء ولا عمل عند ذلك تأتي الشفاعة. نعم سماحة السيد الأخت المخصص تقريبا أشك على نهايته. بقي سؤال الأخت أم كاظم من السعودية حبذا لو تكون إجابة إجمالية في حدود الدقيقة. حياة البرزخ هل هي عرض لحقيقة ما قام به الإنسان منذ ولادته؟ نعم سوف يعرض على الإنسان في حياته البرزخية كل ما قام به ويتمثل له كل ما أتى به في حياته الدنيوية وإن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة سوف أقرأ الروايات المرتبطة بهذه الحقيقة. نعم طيب سماحة السيد الوقت المخصص انتهى. شكرا جزيلا لكم على ما تفضلتم به. اعتدنا أن نختم هذه الحلقات تبركا إما بحديث شريف أو دعاء ولكن الوقت لا يتسع حتى لذلك. نعم نشكركم مشاهدينا الأفاضل على طيب المتابعة لهذا البرنامج فيما يرتبط باقتراحاتكم وملاحظاتكم بشأنه نحن نرحب بها وإن شاء الله في الحلقة المقبلة يتابع سماحة السيد كمال الحيدري الحديث عن الأدلة القرآنية على إثبات الحياة البرزخية وقد نتناول أيضا الأدلة الروائية. شكرا لكم على طيب المتابعة رزقنا الله وإياكم معرفة حقائق الدين والعقائد الحق والكلم الطيب ورزقنا أيضا العمل الصالح ببركة التمسك بولاية محمد صلى الله عليه وسلم.